الخلاصات اللي خرجنا فيها هي اولا تعديل ديال القانون الاساسي ديال الشركات التنميه وشركه التنميه المحليه اللي غادي تهتم بنقل التنقلات الحضريه في اكادير الكبير. هاد يعني الشركه غادي تبدا بواحد المشروع ديال بي اش ان اس ديال غرون اكادير اللي التمويل ديالو 1.2 مليار ديال الدرهم، وغادي يساهم واحد الصندوق داك الصندوق الفارط ب 738 مليون ديال الدرهم. الباقي غادي تجيبوا الشركه ديال التنميه اللي فيها يعني مؤسسه التعاون، الجهه غادي تساهم فيها ب 40%، وهناك مدينه اكادير ومدينه انزكان والجامعه ديال الدرارقه. باش تبقى الخبر فراس ما عليكم غير تشتركوا في لاشين يوتيوب ديالنا، وما تنسوش الضغط على جرس الاشتراك باش تبقى